دلوقتي تكنولوجيا المعلومات بقت داخله في كل المجالات الاعمال اللي موجوده بما فيها الريل استيت، ولكن من وجهه نظري انا الريل استيت هي اقل قطاع في قطاعات الاعمال اللي موجوده في مصر اللي استفادت من تكنولوجيا المعلومات. النهارده كل ديفلوبر شغال لوحده، كل ديفلوبر بيشتغل مشاريع كبيره وصغيره ويبدا يعرضها للبيع هو بنفسه عن طريق مبيعات اقسام المبيعات اللي عنده. هذا النظام وهذا الموديل اتلغى من العالم كله. النهاردة لو احنا عايزين فعلا نصدر العقار، احنا اولا ما عندناش بورتال حكومي من اي نوع موجود عليه الريل استيت المختلفة اللي معروضة سواء للبيع او لأي قطاع زي المحلات والحاجات دي. يعني ايه؟ يعني النهاردة مثلا انا هاخد مثلا بالعاصمة الادارية. العاصمة الادارية النهاردة فيها عدد كبير جدا من المشروعات. لو العاصمة الادارية دي موجودة في اي بلد بتستخدم تكنولوجيا المعلومات، هيجي على البورتال بتاع وزارة الاسكان، هيحط الخريطة بتاعت العاصمة الادارية الجديدة، ويحط كل الداتا بتاعت العقارات اللي موجودة والاراضي اللي موجودة، بحيث حضرتك بتخش بتلاقي مشروع معين، بتلاقي فيلا معينة عجباك، بتعمل كليك عليها، بتظهر لك الفيلا بمساحتها بسعرها بطريقة الدفع، بتخش جوه الفيلا عن طريق الثري دي تتفرج عليها. واخبر حضرتك في تكنولوجيا الفي ار، والنهارده كمان الميتافيرس فانت بتخش باي تكنولوجيا من التكنولوجيات دي بتقدر تتمشى جوه الفيلا بتاعتك بعد ما تخلص هيبقى شكلها ايه، وبعد كده حضرتك بتدفع الفلوس اونلاين وبتخش الفلوس والوحده بتتقفل على الشاشه عشان ما حدش يقدر يحجزها تاني. الميزه في ده ايه؟ انت عشان تبيع العقار المصري في العالم كله ما ينفعش تطلع تبيعه بنفسك، في شركات متخصصه بروكرز، احنا بنسميها بروكرز، عالميه هي اللي بتسوق العقار. تركيا بتسوق العقار بتاعها عن طريق بروكرز، دبي بتسوق العقارات بتاعتها عن طريق بروكرز. البروكر مش هياخد منك ورقه مرسومه عليها الكومباوند واسم الشركه، مش هيقدر يسوق بده. لازم ترفع كل ده على السيستم، لازم ترفع كل ده على السيستم هو يتعامل عليه، وحضرتك بتبعت له السيستم، بتاكسس على السيستم بتاعك وهو يبيع في البلد بتاعه، سواء بقى بروكر في انجلترا، بروكر في دبي، بروكر في اي بلد، بتبعت له السيستم بتاعك وبيتعمل عليه ابديت كل 3 شهور، بحيث ان انت تقدر كمان تخش تتابع البيت بتاعك وهو بيتبني، كل 3 شهور تعرف هو وصل فين. وكون ان المشروع ده اتوجد على البورتال الحكومي بياخد مصداقية ان الارض تم شرائها بطريقه قانونيه، وان مفيش يعني، لان الاجنبي لما بيجي يشتري بيبقى خايف. انا لو هروح اشتري عقار بره مصر هبقى قلقان، لو ما عنديش حاجة ضمانة تضمن لي هبقى قلقان.